مساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده وكلمه اخيره عندنا النهارده. فقره اخبار طويله في مقدمتها، هنرجع نتكلم عن الكورونا. واوروبا بدات بعض الدول فيها بتخفيف اجراءات السفر، فيا ترى ما هي الشروط بالنسبه للمصريين؟ هل فتحت الابواب للمصريين للسفر لاوروبا؟ احنا عارفين انه لسه في منطقه الخليج يعني لا توجد الا الامارات تقريبا اللي فاتحه للسفر لكل القادمين من الخارج عن طريق بالبي سي ار وبالمسحة. اوروبا تشترط غير البي سي ار، تشترط ايضا التطعيم. طب ايه هي التطعيمات المطلوبة؟ وايضا هل بدأت تستقبل الاجانب من غير الدول الاوروبية؟ وكمان في سؤال تاني، هل هناك متحور مصري؟ صحيح يعني في اخبار من صحافة بريطانية تتحدث عن متحور مصري، يعني هو تايلاندي، لكن تايلاندا بتقول لا ده هو مصري ظهر في بريطانيا. كل هذه الأخبار هنحاول نعرفها النهاردة في حلقتنا. عندنا فقرة أخبار طويلة، لكن في حلقتنا النهاردة عندنا فقرتين هنستقبل فيهم ضيوف. في فقرة أولى هي مناظرة حول القائمة. القائمة يا قائمة العفش أو قائمة المنقولات اللي أسر كتيرة بتطلبها عند الزواج، تطلبها من الزوج عند الزواج. يعني السوشيال ميديا يعني ثارت وشجعت أحد الآباء الذي تنازل عن هذه القائمة وقال إنه بيدي بنته الراجل، وبالتالي يعني هو يأتمن الرجل على ابنته وعلى أغلى شيء، فيعني قصة القائمة مش مهمة. بينما على الجانب الآخر في آراء أخرى قالت لك لا، يعني ازاي ده حق البنت ولا يمكن التنازل عن حق البنت، وفي وقت الخلاف الحقوق يجب ان تكتب. هيكون معانا الرايين وهنسمع وجهتين النظر، وايضا هيكون معانا ابطال مصر في رياضه الشيش او السلاح اللي رايحين الاولمبياد في طوكيو قريبا. عندنا 10 رياضات خارجه من مصر رايحه تشارك في اولمبياد طوكيو. يا ترى ان شاء الله نتمنى انه حظهم يكون موفق ويحصلوا على يعني ميداليات. ده غير طبعا الألعاب الفردية وكرة القدم، فيعني مشاركات في أولمبياد طوكيو. على فكرة أولمبياد طوكيو في اليابان، الحقيقة ان هم أهل اليابان أو يعني اليابانيين نفسهم مش سعداء بيها، واستطلاعات الرأي بتقول إن إحنا مش عايزين هذه الأولمبياد خاصة في وقت الكورونا. وأحد كبار منظمي أو المسؤولين عن أولمبياد طوكيو انتحر بالأمس تحت عجلات القطار. يلا نبتدي الحلقة. نبدأ بالكورونا. وبينما تسلمت مصر النهاردة 500 ألف جرعة من لقاح ساينوفاك، احنا عارفين ان احنا هنبتدي نصنع لقاح ساينوفاك في مصر، ومصر عندها يعني مجموعة كبيرة دلوقتي من لقاحات ساينوفارم، وده جرعات يعني نص مليون اهو من ساينوفاك وايضا من أسترازينيكا، ومن المتوقع ايضا ان تصلنا لقاحات من جونسون ومن غيرها من اللقاحات غير اللي احنا هنصنعه في مصر. الحقيقة انه وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن قال انه بلاده ستقوم خلال الاسابيع المقبلة بتوزيع حوالي 80 مليون لقاح كورونا حول العالم. يعني امريكا قالت انا خلاص حصلت يعني طعمت فوق النص 50% من المواطنين الامريكيين، حوالي 60% من المواطنين الامريكيين، و 80 مليون لقاح سأتبرع بهم للقاحات حول العالم. جزء منهم أو 25 مليون ستتبرع بها الولايات المتحدة لمبادرة كوفاكس، وهي المبادرة اللي بتوزع اللقاحات على الدول النامية، ومنها 6 مليون سيتم تقديمها لقائمة الأولويات الإقليمية والمستفيدين منها من الحلفاء ومنهم مصر. والنهاردة السفارة الأمريكية في
في القاهرة أعادت نشر التويتة بأنه مصر ستكون من المستفيدين من هذه اللقاحات التي ستقدمها الولايات المتحدة للعالم. لكن مصر الحقيقة يعني مستمرة في الحصول على عدد من اللقاحات. أولا 500 ألف جرعة وصلتنا من ساينوفاك. مصر استقبلت كمان الشحنات الأولى من المواد الخام لتصنيع 2 مليون جرعة من ساينوفاك بنهاية هذا الشهر، وكان عندنا أيضا جرعات حوالي 700 ألف جرعة ومن أسترازينيكا وقبلها ساينوفارم، وعدد 300 ألف جرعة من ساينوفارم، وكان جالنا 600 ألف جرعة من ساينوفارم. يعني والحقيقة أنه اهتمام الناس، وده إحنا لازم نشجعه ويعني يعني نحييه. اهتمام الناس بالتطعيم ابتدى يزيد، الإقبال ابتدى يزيد، بس لسه برضو لو احنا طعمنا 2.5 مليون مواطن طبقا للي قاله سيد رئيس الوزراء منذ أيام، فهذا برضو يعتبر عدد قليل. عشان أوصل لرقم 50% أو 40% من المصريين بنهاية هذا العام، لا، محتاجين نسرع شوية، محتاجين نوصل على الأقل ل 500 ألف تطعيم في اليوم عشان نقدر ان احنا نحقق هذا الرقم. لكن بالأرقام دي لسه برضو التطعيم بطيء. أيضا الصحف البريطانية بدأت تتحدث عن متحور مصري أو متحور تايلاندي. هو في الأصل كان متحور تايلاندي. صحيفة الميرر اتكلمت على أنه في سلالة جديدة في بريطانيا تم اكتشافها، 109 حالة بسلالة متحور تايلاندي. جت تايلاندا تايلاند قالت أنه لا، هذا ليس متحور تايلاندي، هذا متحور من مواطنين كانوا مسافرين عبر مصر وكلهم جايين من مصر، وبالتالي في خلاف بيقولك لا ده متحور مصري. الأطباء المصريين في وزارة الصحة بينفوا وجود متحور مصري، بيقولوا لا، ليس لدينا متحور مصري، وإنه حتى هذه الآن لا يوجد، ده كله كلام مرسل، ولا يوجد متحور مصري على الإطلاق. العالم بقى ابتدى يفتح أبوابه للسفر، يعني ابتدينا نشوف تغيير في قواعد السفر حول العالم. فأوروبا ابتدينا نسمع مثلا أنه بعض الدول هتبتدي تغير قواعد السفر وتقبل مسافرين، سواء من الناس اللي متطعمين أو من الناس اللي حاصلين على نيجاتيف بي سي آر أو مسحة سلبية. تعالوا نشوف بقى إحنا مين يعني هنقدر نسافر فين. طيب خلونا نعرف من الطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، ما هي قواعد السفر للعالم بالنسبة للمصريين. كابتن نبيل مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. يعني الاول قول لي الاتحاد الاوروبي مثلا، هل ما هي قواعد السفر بالنسبه للمصريين للاتحاد الاوروبي؟ الضوابط العامه بالنسبه للاتحاد الاوروبي ان ما بيسمحش السفر بتاشيرات الا لحالات خاصه، لحالات الزياره خاصه لبعض الدول الاوروبيه، الا الحالات العلاجيه او الحالات العاجله او شم العائلات او الدراسه. يعني فقط القواعد العامه بالنسبه للاتحاد الاوروبي. يعني عامه كده لازم يكون، يعني فيز الزياره العاديه اللي معانا دي ما تنفعش، لازم يكون اما لحالات علاج او لدراسه او او اللي عندهم اقامه. يعني هو ده طبقا بقى لكل دوله هي عاملة restrictions أو عاملة ضوابط معينة لكل دولة من أوروبا نفسها. هو هناخد على سبيل المثال وليس الحصر، هولندا مثلا هي بتسمح بالسفر للناس اللي هم عندهم إقامات فقط واللي عندهم إقامات دبلوماسية، ولازم يكون قبل السفر يكون عندهم بي سي ار سلبي ده تزيد مدته على 72 ساعه. تمام. خلينا ناخد الدول اللي المصريين بيسافروا ليها اكتر. فرنسا مثلا يا فندم، هل فتحت لاصحاب التاشيرات ولا لسه برضو؟ لا يا فندم، فرنسا لسه قافله برضو. هي للناس المقيمين فقط بالنسبه لها، والعلاج والدراسه. يعني اللي معاه اقامه بيقدر يسافر، او معاه تاشيره علاجي بيقدر يسافر.
سمعنا ان اسبانيا ما بين يوم والتاني ستفتح، ولكن لازم يكون الناس متطعمة التطعيم وجرعتين واخر جرعة يكون مضى عليها 14 يوم، هل هذا دقيق؟ الوارد عندنا فعلا يا فندم، ويكون البي سي ار بتاعته سلبي، لازم يكون عنده بي سي ار سلبي، ولازم يكون حافظ على كيو ار كود بتاع التسجيل علشان يقدر يخش البلد. هي بتاعت ايه الكيو ار كود ده؟ ايه الكيو ار كود ده يا كابتن؟ الكيو ار كود ده كود بيطلع من معامل التحليل اللي هي بتفيد ان هو اتعمل التحليل عندهم وطلع ان هو نيجاتيف. طب ده معناه انه بيطلع زي اللي هو الكيو ار كود، زي بيبقى رسمه كده بياخدها المسافر عشان ما يحصلش فيها اي تزوير او اي تلاعب فيها يعني. فدي معامل تحليل معينه في مصر بتعمل التحليل البي سي ار او مسحه بالكيو ار كود. اي فن، هو كله تبع وزاره الصحه، وزاره الصحه هي اللي بتديهم، بتراجع الحاجات دي وبتدي الكيو ار كود. هل فكره التطعيم ان تكون محصن ومطعم ابتدت اوروبا تطبقها؟ احنا شايفين ان هي ابتدت تقول الباسبورت او الفاكسينيشن باسبورت بتاعها والجرين باسبورت ان هو لازم الناس تبقى متطعمه بواحد من اربع تطعيمات، ولازم يكون التطعيم الثاني خد الجرعه الثانيه بقى يعني قبل ما يسافر ب 14 يوم، هل ده مطبق علينا؟ مطبق يا فندم في بعض البلاد زي المانيا مثلا. المانيا لازم يكون عامل بي سي ار 72 ساعه، يكون او يكون عامل شهاده تحليل انتيجين اللي هو بيبقى موازي للبي سي ار، يكون صلاحيته 48 ساعه، بيستثنى الاطفال اقل من 6 سنوات، ويستثنى كمان الركاب اللي تلقوا تطعيم الجرعه الثانيه من التطعيم اكثر من 15 يوم لاي لقاح، والركاب المتعافين بشرط اثبات التعافي في مده لا تقل عن 28 يوم ولا تزيد عن 16. فهو يعني يا اما يكون متطعم وعدى 14 يوم على التطعيم الثاني، يا اما يعمل بي سي ار نيجاتيف خلال 72 ساعه. طيب بس احنا كده بنتكلم ان لسه الدول كلها مغلقه، وبريطانيا وضعتنا في الريد زون او المنطقه الحمراء، يعني ما يسافرش غير المقيمين. بالظبط يا فندم، ده اللي احنا فوجئنا بيه يوم 5 حوالي الساعه 8 بالليل بالنسبه للمملكه المتحده. هل ده اثر على طيراننا هناك؟ هل احنا مثلا وقفنا طيارات، قللنا طيارات، عملنا حاجه؟ احنا تشغيل خط لندن المنتظم عندنا من في الفتره السابقه كلها كانت كلها طرازات عريضه بتشيل من حوالي 300 لغايه 346 راكب. ده كان الشغال في الفترة السابقة كلها شهر 5 ومن أول نص 4، ابتداء من يوم السبت 5 يونيو حتى الاثنين 7 يونيو تم تشغيل طيارتين صباحا ومساء، واحدة 3 700 والثانية 787 900 اللي هي الدريم لاينر. وابتداء من يوم الثلاث ان شاء الله تعالى هنشتغل بطياره صغيره 37 800 نتيجه ان مفيش طلب على السفر يعني. بالنسبه هل عندنا معلومات ليه اتحطينا في الريد زون يا كابتن؟ لا والله يا فندم لسه ما عندناش اي معلومه. طيب بالنسبه لامريكا وكندا كل يعني مفتوحين لكل التاشيرات؟ امريكا احنا عندنا مفتوح لكل التاشيرات، كندا عليها ريستريكشن برضه. كندا عليها برضه ريستريكشن اعتقد لاقارب الدرجه الاولى والدراسه والعمل. بالظبط بالظبط، وكله لازم يكون فيه بي سي ار، لازم يكون فيه مسحه. طبعا يا فندم. طيب. امريكا مش طالبه مسحه. امريكا مش طالبه مسحه. طيب نروح للدول العربيه كابتن عمرو، يعني ما هي الدول التي يمكن للمصريين ان يسافروا اليها؟ والله يا فندم هو دلوقتي بالنسبه للدول العربيه احنا عندنا في دبي مثلا، احنا عندنا الناس ممكن تسافر اللي هم المقيمين. المقيمين ولا والناس العاديه بس بي سي ار نيجاتيف وبنعمل بي سي ار وبنعمل بي سي ار بيوصلوا هناك بيتعمل لهم بي سي ار تاني. صحيح لسه السعوديه ولسه الكويت واظن البحرين بقى عندها قواعد جديده. بالظبط، البحرين لازم تحليل بي سي ار خلال 48 ساعة وبيكون معاه مزود كيو ار كود، ويستثنى الاطفال برضه دون 6 سنوات.
تلقوا الجرعتين اللقاح اللي هم اللي عدى عليهم مع وجود حجز منزلي او فندقي باحدى الفنادق المعتمده للحجر الصحي للبحرين. الاردن ولبنان اظن مفتوحين. عمان متاحه للمقيمين برضه ومن الكادر الطبي وعائلاتهم. لبنان متاحه للدخول. طيب يعني لسه يعني احنا بنشوف الاوضاع، نتمنى ان الاوضاع تتحسن في المراحل المقبله وان احنا نقدر ان احنا يعني يبقى في فرص السفر، لكن احنا شايفين العالم ابتدى يخفف من اجراءاته. بشكرك شكرا جزيلا كابتن طيار عمرو نبيل رئيس شركه مصر للطيران الخطوط الجويه. حبينا نعمل لكم جوله كده. حد بيقول لي وين الناس عايزه تسافر؟ ايوه، في ناس عندها شغل، في ناس عندها علاج، في ناس عندها دراسه، في ناس عندها لازم ترجع تشتغل، يعني في تحركات كتيره جدا، فبرضو احنا جزء من هذا العالم. طيب خلونا نعرف بقى قصة المتحور المصري دكتور محمد النادي استاذ امراض الصدر وعضو اللجنة العلمية لمواجهة كورونا. دكتور مساء الخير. يعني بريطانيا ابتدت تتحدث على المتحور التايلاندي، فتايلاند قالت لهم لا، او تايلاند قالت لها لا، ده متحور مصري لان كل المسافرين كانوا من مصر. مدى دقة ذلك يا دكتور؟ كلام مرسل غير صحيح. مساء الخير يا استاذ. مساء النور، زي حضرتك، اهلا وسهلا. كلام مرسل وغير صحيح وليس له اي اسانيد خالص، فلا يوجد متحور يمكن ان نطلق عليه المتحور المصري. لو كان في متحور مصري كنا احنا اول ناس اعلنا عنه، لكن احنا الكورونا السلاله اللي موجوده هي السلاله اللي موجود معانا من بدايه الموجه الثالثه، لم يحدث فيها اي تغيرات ولا تحورات، والعلاج بتاعنا ثابت والاستجابه بتاعه العلاج ثابته. هل احنا رصدنا اي حاجه من المتحورات الاخرى، الهندي، التايلاندي، البرازيلي؟ يعني في متحورات كتيره جدا، هل احنا عندنا اي حاجه من المتحورات دي؟ في الحقيقه يعني هو الجزم بهذا الكلام يعني في نوع من الصعوبه، لكن بنقول صفات المتحور هي اللي بتحكم اذا كان موجود او غير موجود. احنا حتى الان بنجد ان الكورونا لسه لا تزال بتستجيب للادويه اللي احنا بنديها، ومثبطات المناعه اللي المريض بياخدها بتجيب معاه النتيجه، ومضادات الفيروسات بتجيب معاه النتيجه، وبالتالي احنا ما عندناش سلاله متحوره بنتعامل معاها وخايفين منها وواخده صوره عنيفه. هل في اي معلومات صحيه لماذا وضعتنا بريطانيا في تحت المنطقه الحمراء؟ يعني احنا الاعداد عندنا مش زياده، يمكن التطعيم بطيء شويه، لكن هل هناك اي سبب لذلك؟ والله انا اعتقد ان السبب هو هيعزى في الاول واخيرا هو التطعيم. بيبصوا للاحصائيات هل تم التطعيم بصوره فيها نوع من الاعداد المحترمه ولا اعداد تكاد تكون غير يعني مجديه بالنسبه لشعب تعداده 90 مليون او 100 مليون. اعتقد هو ده الحاجه الوحيده الرئيسيه اللي هي بتقول احنا نفتح الخطوط او نقفل الخطوط. لكن احنا دايما يا مدام لميس متعودين ان بريطانيا بتحطنا في المنطقه الحمراء، وامريكا بتحطنا في المنطقه الحمراء، واوروبا بتحطنا في المنطقه الحمراء، وان كان الاداء بتاعنا افضل من ادائهم في مواجهه الكورونا في كافه المراحل اللي مرينا بيها وفي كافه الموجات اللي عدينا عليها. الحمد لله الحقيقه احنا لم نتعرض لانهيار صحي كما راينا، لم نتعرض لازمات كبيره كما راينا، والحقيقه الاصابات ما كانش برضو اعدادها بالشكل اللي كان موجود. وصلنا احنا مدام لميس لم نتعرض لانهيارات، بل احنا تعرضنا الى امتيازات. احنا الاداء بتاعنا يكاد يكون مساوي لاحسن دول العالم تقدما في عالم الطب، زي المانيا وزي امريكا وزي انجلترا وزي فرنسا، احنا ادائنا كان افضل منهم. عدد اللي اتطعموا قد ايه يا دكتور لحد دلوقتي؟ انا في الحقيقه ما عنديش نسب يعني كارقام اقدر اقولها، لكن الارقام مش الدرجه لسه خلينا نبقى متفائلين. لابد ان النداءات تتواصل بان احنا محتاجين نطعم اكبر عدد ممكن، وبالتالي بنقول لو سمحتي مفيش حاجه اسمها اطعم ولا ما اطعمش، واخد انا خلاص بقى خلصنا من السؤال ده. خلاص بقى خلصنا من القصه دي، ولا يوجد ما يدعو للترويج للاشعاعات. الحق ده التطعيم بتاع اكثر بيعمل جلطه، الحق ده التطعيم بتاع الصيني مضروب، الكلام ده عاري من الصحه. التطعيم الصيني شغال والتطعيم بتاع أسترا شغال، والأعراض الجانبية موجودة في كل أنحاء العالم، والنسب بتاعتها تكاد تكون نادرة.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد النادي، استاذ امراض الصدر وعضو اللجنه العلميه لمواجهه كورونا. اذا لا يوجد متحور مصري، اي كلام عن متحور مصري هذا طبقا للدكتور النادي هو كلام مرسل، ليس لدينا عليه اي اسانيد علميه. لسه عايزين الطعم، عايزين نزود العدد، الارقام دي ضعيفه، محتاجين ان احنا نزود العدد. السؤال بتاعنا الطعم ولا ما نطعمش ما بقاش رفاهيه، خلاص بقاش رفاهيه، لابد ان احنا كلنا نطعم. النهارده وزاره الماليه نشرت قرارا في الجريده الرسميه تعلن فيه اخضاع المطاعم والمحلات الخاصه بالمأكولات التي تقدم خدماتها للعملاء عن طريق توصيلها عبر الطلبات، عن طريق توصيل الطلبات عبر الانترنت يعني ومواقع الالكترونيه، لضريبه القيمه المضافة 14%. خلونا نحاول نفهم ده يعني ايه. معنا على الهاتف استاذ محسن الجيار مدير ادارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب. استاذ محسن مساء الخير. مساء الخير يا فندم، على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني انا كنت متوقعة انه ده اوريدي، يعني معظم المحلات اللي بتعمل ديليفري، يعني كل محلات المأكولات بالفعل اللي هي خاضعة لضريبة القيمة المضافة. ايه الجديد في هذا القرار؟ هو الحقيقة فعلا زي ما حضرتك تفضلتي، كل محلات الدليفري فعلا خاضعة للضريبة على القيمة المضافة، الا ان بصدور قانون 67 في القانون الخاص بالضريبة على القيمة المضافة كان في بند خاص اللي هو رقم 16 بإعفاء المأكولات التي تباع من خلال المطاعم والمحال غير السياحية للمستهلك النهائي مباشرة. والحقيقة كان في قرار صدر لمعالي الوزير للرقم 82/2017 حدد فيها خمس أنواع من المطاعم والمحال اللي هي بتبيع المأكولات، وقال ان في طبقا للقرار ان تلك المطاعم والمحال هي دي بس اللي بتخضع للضريبه على القيمه المضافه. من ضمن المحال والمطاعم، المحال الموجوده في المولات التجاريه، وكمان عشان بس ما نلخبطش الناس، المحلات والحلوى والمطاعم اللي موجوده على شكل فروع وسلاسل، والمطاعم كمان اللي بتحط سعر خدمة على السلعة، والمطاعم اللي موجودة فيها أو اللي متوفر فيها الشروط السياحية. أيوة، يعني دي يعني مين المخاطب أستاذ محسن؟ مين المخاطب عشان بس الناس ما تتلخبطش؟ مين المخاطب بقرار النهاردة؟ المخاطب ان بظهور الحالات كورونا الكتيره، ونتيجه ان في ناس كتير ما راحتش المطاعم والمحال علشان الظروف اللي موجوده في كورونا، فبدات تظهر كيانات جديده اللي هي بتقدم نفس الخدمه عن طريق المواقع الالكترونيه ومن خلال التطبيقات اللي موجوده. فكان من الضروري ان احنا نعدل القرار الخاص بمعالي الوزير اللي هو رقم 82، ونبدا انه ناكد فيه ان المأكولات اللي بتباع عن طريق المحال التجاريه عبر مواقعها الالكترونيه واللي بتقدمها من خلال خدمات التوصيل هي بالتالي خاضعه للضريبه على القيمه المضافه. يعني معلش يا فندم، هل في محلات تقدم مأكولاتها او فتحت جديد بعد الكورونا، فتحت جديد تقدم مأكولاتها فقط باي ديليفري، فقط بالظبط كده، عن طريق ان هي بتعمل ابلكيشن والمستهلك بيخش الابلكيشن وبيطلب الاوردر، والاوردر بيروح له عن طريق الدليفري، فبالتالي الفاتوره اللي بتروح للمستهلك مش بتبقى محمله بالضريبه على القيمه المضافه، فكان من الضروري صدور القرار بخضوعهم للضريبه على القيمه المضافه. ايوه، هو اوريدي بيحاسبني على ضريبه القيمه المضافه ولا مش بيحاسبني وانا دلوقتي هدفعها؟ لا، هو كان في الاول ما كانش بيحطها على الفاتوره باعتباره ان هو ما كانش من ضمن الخمس حالات اللي موجوده في قرار رقم 82، لكن بالتعديل اللي تم يتوجب عليه ان هو يتسجل في مصلحه الضرائب المصريه، وان هو يبدا يحط الضريبه على القيمه المضافه على الفاتوره يعني اللي بس اظن انه كان هي ضريبه القيمه المضافه انه يكون حجم اعماله 500,000 جنيه سنويا، مظبوط؟ بالظبط كده، ده حد تسجيل الضريبه على القيمه المضافه. طيب، ان لازم يكون حجم الاعمال في
يتعدى ال 500,000 جنيه. ايوه، هل حضرتك الحاجات، لو الحاجات اللي هي عن طريق ديليفري فقط، هل احنا عارفين انها حجم اعمالها يتعدى 500,000 جنيه؟ ما ممكن دي تبقى محلات صغيره، حاجات بسيطه جدا اللي هي عن طريق الابلكيشن، لسه ستارت ابس وحاجات يعني ناشئه، فبالتالي ما بتتعداش حجم ال 500,000 جنيه، فهتحط عليها ضريبه قيمه مضافه ازاي؟ متفق معاك جدا. احنا بنقول ان المحل اللي بيبلغ حجم اعماله اكتر من 500,000 جنيه هو اللي بيسجل فيه الضريبه على القيمه المضافه، وبيبدا يحط على الفاتوره بتاعته الضريبه ويوردها لمصلحه الضرائب المصريه. هتعرفها ازاي بقى؟ حد التسجيل اللي هو 500,000 بيرجع تقديري الى الممول وفقا لحجم الاعمال الخاص بيه، واحنا في مصلحه الضرائب يبقى عندنا مصادر متنوعه لجمع المعلومات الخاصه بالمسجلين من خلال اطراف اخرى، فمن هنا بيبقى الممول عارف ان مصلحه الضرائب بيبقى عندها التعاملات بتاعته بشكل غير مباشر، فبيبقى في درجه مصداقيه كبيره ما بيننا وما بين الممول في عمليه التسجيل الضريبي. هتعرفها ازاي؟ يعني هتجيبها منين؟ من الدليفري؟ من ايه؟ يعني من ايه؟ من دي شركات اوريدي مش مسجله. متنوعة، ممكن من خلال شركات التوصيل نفسها، ممكن من خلال التعاملات اللي بتتم، يعني هتروح لاطلب مثلا، هتيجي المواقع الالكترونيه، ممكن من خلال بالظبط كده، احنا هتروح لاطلب وتقول له اديني لستة شركات، من خلالها بنبدا نحدد حجم التعامل الخاص بيه، ممكن من المعلومات المرتبطه باقرار ضرائب الدخل الخاص بيه، ففي عندنا مصادر متنوعه للحصول على المعلومات الخاصه بالممول. ماشي، ولكن لن يسدد موضوع القيمه المضافه الا لحجم اعماله اكتر من 500,000 جنيه في السنه، مظبوط؟ بالظبط كده، وده حضرتك حد التسجيل في الضريبه على القيمه طيب. المضافه. طيب ليه الاكل بس يا فندم؟ يعني معلش الاونلاين شغال بقى اكتر من الاكل، شغال لبس بقى وحاجات واجهزه كهرباء، كل حاجه شغاله اونلاين، ومكياج، كل حاجه اونلاين، الناس كلها شغاله اونلاين، ليه هذه الضريبه مش على كل الناس بعداله؟ هو بصدور قانون الضريبه على القيمه المضافه يا أستاذة، كل السلع والخدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة إلا 57 مجموعة من السلع والخدمات اللي موجودة في قانون 67، فبالتالي كل التعاملات اللي بتتم أونلاين دون 57 سلعة وخدمة بيكونوا خاضعين للضريبة على القيمة المضافة. لكن تركزنا فقط على المأكولات، لأن في بند 16 إحنا عافينا كل المأكولات عدا المأكولات التي تباع في محال ومطاعم معينة اللي صدر بيها قرار معالي الوزير، وكان التعديل النهاردة، كان القرار الأول فيه 5 حالات وتعديل النهاردة بقى كلهم 6 حالات. هو بس يعني معلش، معظم هذه الشركات اللي هي مش قادره تفتح محل ومش قادره تفتح محل كبير، دي كلها بتبقى ستارت ابس، بتبقى حاجات صغيره، فاحنا كده جايين على برضو الشركات، احنا بنشجع الاونلاين تريدنج ولا يعني في النهايه هو ده بيجي على حساب المواطن، يعني احنا بنقول لكل بني، كل واحد هيشتري حاجه اونلاين اكل او كده وما كانش بيدفع ال 14%، بنقول لك ان سعرها هيزيد 14%. مش هلحق اسالك على ال 57 سلعه اللي هي معفاه، لكن هل من الحاجات اللي على اللي هيزيد سعرها كمان برضو تاني اللبس، المكياج، كل الحاجات دي اللي الناس عايشه فيها اونلاين، دي برضو مطبق عليها الضريبه ولا لا؟ خلينا نتفق مع حضرتك ان انا لما الممول بيحط 14% على قيمه السلعه والخدمه، هي الحقيقه مش بتزود السلعه ب 14%، لان هو اوريدي الممول اللي بيبيع او الشركه اللي بتبيع عبر المواقع الالكتروني هي بتبيع السلعه سعرها مقارب بشكل كبير للسعر المتداول في السوق. فاذا كان هو هيزود عليا ال 14%، 14% هو هيزود يا استاذ محسن، هو خلاص هيزود هو، يعني معقوله هو هيضمن ال 14؟ خلينا نتفق ان السعر اللي بيبقى اونلاين بشكل كبير قريب من السعر اللي موجود في المحل اللي بره، مش بيبقى فيه اختلاف كبير. طب اذا كان المحل اللي بره اللي بيبيع بسعر شامل 14%،
السعر بتاعه هو منه ال 14%. فاذا سعر الاونلاين اللي هو اوريدي بيوازي السعر التجاري اللي بيتباع في المحل الخارجي، يبقى مقدار فرق ال 14% هو بيحصل عليه الممول او هو بيحصل عليه التاجر عبر مواقع الالكترونيه، بيخلي ال 14% بيبقى بيدخلها جوه جيبه دون ان هو يوردها لمصلحه الضرايب. احنا كل اللي احنا بنقوله ان الفاتوره وهي بتطلع للعميل هيبقى فيها ال 14% عن الضريبه ويورد الضريبه للمصلحه. انا بقول لحضرتك عايز الضريبه في المصلحه، انا فاهمه والله ومقدره، بس انا بقول لك انه هيزود على المواطن، انا بقول لك ان هو هيزود على المواطن عموما. يعني احنا عايزين العداله في كل شيء، بس هنا اللي مش فاتح محل ومش عندوش كلفه عماله بشكل كبير المفروض يعامل بشكل اخر غير اللي فاتح محل وبيشغل ناس وكده. بس عموما يعني احنا بنقول للمواطنين كلهم، ما اعرفش اذا كانت دي ضريبه عادله ولا لا، ولكن يعني في اسئله كتيره. يعني ممكن انا اختلف مع حضرتك، هي ضريبه عادله بشكل كبير، لان انا عايز يبقى في تنافسيه في السوق ما بين السعر اونلاين والسعر اللي بيتم تداوله على مستوى التجاره التقليديه. انا واجبي ان انا احقق العداله الضريبيه لكل المتعاملين في السلع والخدمات، فما ينفعش سلعه تباع من غير ضريبه وسلعه تباع بضريبه، او سلعه بتباع بضريبه لكن الضريبه مش بيتم توريدها للمصلحه وبيتم الحصول عليها للممول ذاته. طيب يعني عموما وجهة نظر، لكن في النهاية سيتحملها المواطن، يعني لتحقيق وجهة النظر دي سيتحمل المواطن في النهاية 14% زيادة. فلو انت هتطلب اكل من اي حاجة ما هياش محل كبير، بص بقى عشان انت عارف انك في عندك 14% زيادة. شكرا استاذ محسن الجيار مدير ادارة خدمة الممولين بمصلحة الضرائب. طيب السوشيال ميديا كلها، احنا كتير بنتعرض لقضايا انسانية وكتير ما بنتعرضش، لان ساعات بنحس ان ايدينا مغلوله وفعلا مش عارفين نعمل حاجه في كثير من الامراض والقضايا اللي ما بنعرفش نحلها. وما بحسش انه يعني احنا دورنا ان احنا نعرض، ولكن ان نجد الحل احيانا بيكون صعب علينا جدا. لكن في حاله الحقيقه لطفل انا ما قدرتش ان انا اعبرها دون ان اتوقف قدامها، لانه الاطفال بالذات الوضع بيبقى صعب جدا. والحالة دي بتعبر عن أطفال كثر عندهم نفس الوضع، مش بس حالة الطفل رشيد، ولكن في أطفال كتير. ورشيد طفل صغير يمكن عنده سنة تقريبا، بيعاني من أعراض ضمور عضلي طبق في الضمور الشوكي أو ضمور النخاع الشوكي، وده ضمور عضلي في العمود الفقري، حالة جات له هو عنده عدة شهور، يعني نقص في الكتل العضلية وضعف وعدم قدرة الطفل على الحركة. دي حالات كتيرة ومستويات كتيرة من هذه الحالة. والده بعت لنا أشعاعاته، أنا طبعا مش قادرة أفهمها، ولكن في درجة أولى، درجة تانية، درجة تالتة. علاج هذه الحالة من الضمور العضلي، هي حقنة غالية جدا بحوالي 2.1 مليون دولار، يعني حوالي 34 مليون جنيه. الحقيقة ده رقم كبير جدا. ومعنا على الهاتف أستاذ ياسر طه، والد رشيد المصاب بضمور العضلات الشوكي. أستاذ ياسر مساء الخير. مساء النور يا أستاذ رمي. يعني اولا انا لقيتكم ناشرين الصوره، انا الطبيعي ان انا ما بحبش انشر الصور الاطفال، لكن انا لقيت ان انتم ناشرين الصوره فانا بستاذنكم في نشر الصوره اولا. لكن قول لي قصه رشيد وايه حاله رشيد بالظبط. والله يا فندم هي قصه رشيد ان هو تقريبا ان هو عنده 8 او 9 شهور بدا ان هو يعني ما تقريبا الحركه بتاعته ما بتتطورش زي بقيه اقرانه من الاطفال. يعني مثلا كان المفروض يبدا بان هو يتحف، هو لا ما بيتحفش، ما بيحاولش يسند او بيحاول اصلا يقف. فاحنا بدانا نشك تقريبا على شهر 11 كده، او يعني تقريبا لما كمل سنه، ان هو لا في حاجه مش طبيعيه. فطبعا توجهنا لدكتور الاطفال، ودكتور الاطفال قال لنا يا جماعه ما تقلقوش، وبعض الاطفال بيكون ان هم
يعني بيتاخروا شويه، مش كل الاطفال زي بعض. فقال لنا اهدوا بس كده شهرين، ولو كان كده ممكن نعمل يعني صوت بعد كده ونشوف ايه المشكله. وبالفعل خدنا شويه مالتي فيتامين واستنينا شهرين، ولقينا ان رشيد بالعكس بيتراجع، او يعني ما بيتقدمش زي بقيه الاطفال. فطبعا توجهنا لدكتور مخ واعصاب، كان بالظبط هو عنده سنه وشهر. دكتور المخ والاعصاب مع الاسف هو شخص رشيد غلط، لان المرض ده نادر، ومن كتر ما هو نادر يعني بيحصل شويه كونفيوجن كده بين الدكاتره، ان هو ممكن يتشخص حاجه في المخ او يتشخص حاجه ثانيه. فالدكتور شك ان هو عنده مشكله في المخ، فقال لنا اعملوا رنين او ام ار اي على المخ. وبالفعل عملناه، قال لنا لا يا جماعه ما فيش اي حاجه في المخ، هو بس تاخر طبيعي، وهو ان شاء الله يعني اعملوا له بس علاج طبيعي لمده شهرين ثلاثه ماكسيمم، هيكون اوريدي خلاص بقى بيمشي وبيجري زي الفل. طبعا احنا عملنا علاج طبيعي مكثف يوميا ما عدا يوم الجمعه، عشان اصلا المركز بيكون قافل يوم الجمعه اللي بنعمل فيه العلاج الطبيعي. وفي الاخر ما لقيناش اي فايده، وان رشيد لسه برده ما بيتحسنش. فقررنا ان احنا نروح لدكتور تاني. الدكتور ده وانس ان احنا دخلنا عنده وحكينا له او عملنا لنا زي انترفيو، وعمل لرشيد زي منتل اسسمنت، لقى ان هو منتلي هو كويس جدا، ولكن هو في حاجه مالهاش دعوه بالمخ خالص هي اللي عامله فيه كده. هو حقيقي هو يعني ما قالناش بالظبط ايه اللي عند رشيد، هو ما حبش يخدنا، بس قال لنا يا جماعه اعملوا لي جيناتيك تيست، وده بيطلع بعد شهر تقريبا او شهر واكثر شويه، وبعد كده نتكلم. وبالفعل احنا رحنا عملنا جيناتيك تيست، او عفوا قبليها عملنا رسم عضلات عند واحده من اشهر الدكاتره في مصر، وطلع ان في شك او في احتماليه كبيره في ان هو عنده اس ام اي اللي هو سباينال ماسكولار اتروفي تايب 2، لان هو الفور تايبس دي بتبقى ديبند على انت بتكتشف الحاله امتى. يعني تايب 1 ده بيكتشف بدري، ان هو تقريبا يعني عشان بس نفهم الناس، ده مرض اسمه ضمور في العضلات الشوكي. ضمور العضلات الشوكي. انتوا قرايب يا استاذ ياسر مثلا الزوج؟ خالص. وقبل ما نتجوز عملنا التحاليل اللي هي العاديه اللي الناس كلها بتعملها قبل ما تتجوز. ولكن هو الدكتور قال لنا واحنا على فكره ما فيش حد قرايبنا عنده اي كيس شبه كده، ولكن دكتور المخ والاعصاب قال لنا ان رشيد لوحده ممكن يبقى طفره جينيه. يعني مش لازم يكون حد من البيرنتس كارير للجين ده، ولكن هو لوحده ممكن يبقى طفره جينيه، وعلى الاغلب هو ده اللي حصل. وعشان يعني تبي شور ان هو ده اللي حصل، لازم كل افراد الاسره اللي هو انا ومراتي وبنتي نعمل جيناتيك. حضرتك عندك بنت ثانيه؟ حضرتك عندك بنت ثانيه؟ عندي بنت ثانيه اسمها فريده، عندها 6 سنين ونص، وكويسه زي الفل. هي لحد دلوقتي هي كويسه. انا بس كنت عايز اوضح لحضرتك حاجه مهمه جدا. المرض ده للاسف في منه فور تايبس. تايب 1 بيكتشف فروم دي 1 لحد 6 شهور. أيوة. تمام. اذا البيرنتس اكتشفوا المرض ده من 6 شهور فيما فوق لحد 18 شهر، وهو دي الكيس بتاعتنا، يبقى ده تايب 2. اذا اكتشفتيه بعد 18 شهر يبقى تايب 3، اذا اكتشفتيه بعد اكتر من كده يبقى تايب 4. الفكره الاختلاف ان تايب 1 هو ذا موست سيفير 1، وهو اكتر واحد يعني بيؤدي الى الوفاه بسرعه جدا، لان طبعا بيكون الطفل صغير وبيكون ما عندوش اي كابلز في الجين اللي هو اسمه اس ام ان 2 اللي هو المسؤول عن الحركه بتاعه الطفل، وهو ستيل لسه حجمه صغير. تمام. فرشيد الحمد لله هو مش تايب 1، هو تايب 2. وكل يعني الجيناتيك تيست اللي احنا عملناه هو شيء مطمن ان هو ان شاء الله يقدر ياخد الحقنه اللي هي اسمها. ايه العلاج بقى يا استاذ ياسر؟ قول لي ايه العلاج وايه اللي انت بتطلبه؟ هقول لحضرتك العلاج هو حقنه اسمها زوجناتنا من انتاج شركه البارك، دي شركه سويسريه. الشركه دي خدت ابروفل على الدواء ده السنه اللي فاتت من الاف دي اي، والدواء ده ثمنه 2.1 مليون دولار. وعشان كده الدواء ده غالي، لان هو اول دواء او اول علاج جيني في العالم، يعني مفيش اي مرض جيني بيتعالج غير المرض ده.
تمام؟ فاكره حاله الطفل ريان اللي احنا برضو خد يعني خدها في شهر مارس اللي فات ضمن منحه من شركه من منحه من شركه نوفاريتس اللي هي خدت 5 أطفال او 10 أطفال حول العالم كان منهم طفل من مصر. حقيقي هو طيب. شركه نوفاريتس بتعمل نوتري كل شهر. ايوه بالظبط كان عندنا طفل مصري من هذا ايوه حقيقي ولكن الفكره طب إن انت بتطلب إن ايه بقى؟ انت بتطلب ايه يعني؟ انا بطلب ان ابني يتعالج على نفقه الدوله لان طبعا انا كفرد او انا كاسره انا ما اقدرش ادفع الرقم ده وده مع العلم ان ده ثمن الحقنه بس في فيزيكال ثيرابي بيتعمل اوريدي يوميا انا طبعا اي كان افورد الموضوع ده وفي ادويه ثانيه اوريدي زي التونكس او الفيتامينز اللي هو بياخدها برده اي كان افورد ومن هنا لحد ما رشيد ان شاء الله يمشي انا اي كان افورد ان انا ادفع كل العلاج ما عدا ثمن الحقنه اللي هي المشكله الكبيره. فانا بطالب من اي حد ممكن يساعدنا ان هو يتكفل بثمن الحقنه ونجيب كل ما هو باقي يعني علينا يعني بصراحه الحمد لله. هذا قرار يعني هو قرار يعني ربما يجب ان يكون رئاسي لانه بصراحه يعني انا عارفه انه طبعا التامين الصحي لا يستطيع ان هو يتدخل في هذه الامور لانه دي تكلفه عاليه جدا ممكن فيعني ربما انا بصوتك بناشد الريس ان هو وهو اب انه في مثل هذه الحالات بيبقى الاب مش عارف يتصرف ازاي ف يعني والله هو انا بالفعل نشدت السيد رئيس الجمهوريه على الانستجرام في فيديو كده قصير لمده دقيقه ونص واتمنى طبعا ان هو يوصله. انا زي ما بقول لحضرتك انا طبعا لا الوم على الدوله في اي شيء لان الدواء ده ثمن الدواء ده ممكن يبني مستشفى حتى لو هي بس جاست العلبان يعني وانا لا الوم على الدوله في شيء ولكن للاسف احنا اتحطينا في الموقف ده وانا مش عارف ايه اللي ممكن اعمله فلجأت للسوشيال ميديا طب سؤال يا استاذ ياسر يعني لازم رشيد ياخد الحقنه دي خلال قد ايه؟ ايه سرعه ايه اهميه السرعه والاسراع في هذا الامر؟ هو لازم ياخدها قبل 2 سنين لان هو الشركه المصنعه للدواء بتريكومند ان هو ياخد الحقنه دي قبل ما يكمل 2 سنين لانه ما بيكونش حصل ضمور تام في المتبقي من السورس بتاع العصب لان النخاع الشوكي ده هو السورس بتاع العصب طالع منه اعصاب رفيعه خالص هي اللي رايحه لبقيه الاطراف فهو السورس ذات نفسه متضرر فبالتالي احنا مش عايزين هو رشيد كل مره او كل ماده في النازل او بيتراجع لان المرض ده من السيمبتومز بتاعته ان هو بيأثر على الطفل يعني كل ما العمر يزيد كل ما هو يبتدي حركاته تقل لانه بيأثر على الموتور سكيلز بتاعت الطفل ولذلك احنا المفروض يعني اذا كنا نقدر طبعا ان شاء الله قبل 2 سنين نقدر نديها ان شاء الله هو قد ايه دلوقتي رشيد قد ايه يا استاذ ياسر هو دلوقتي هو مواليد شهر 11 فهو دلوقتي عنده سنة و7 شهور اعتقد او سنة و7 شهور وكسور يعني قدامه 5 شهور عشان يقدر ياخد الحقنه دي بالظبط انا طبعا اتقبلت ودي بره طبعا الحقنه دي بياخدها بره مش كده ما بياخدهاش في مصر بص يا فندم هي الحقنه دي اصلا هي انتر فاسكولار يعني بتتاخد في الوريد يعني بس هي الفكره ان هي بتحتاج شويه فحوصات قبلها وشويه فحوصات بعديها زي انزيمات كبد وحاجات ليها دعوه بالدم يعني انت حليب دم وشور الدم كامله وكده هل الحقنه دي بتعالج يا استاذ ياسر ولا بتمنع التدهور؟ بص يا فندم عشان حضرتك بس ذكرتي الموضوع ده الحقنه دي هي جينو ثيرابي يعني هي اصلا جين ريبليسمنت يعني رشيد في جين اوريدي عنده هو في زيرو كابل يعني يعتبر ما عندوش الجين اساسا فهو ده جين ريبليسمنت في الحاله اللي طلعت تعويض جيني ايوه بالظبط الحاله اللي طلعت مع استاذ عمرو اديب من حوالي 4 5 سنين الحاله دي انا تواصلت مع باباها الحاله دي لما راحت امريكا ما كانش اصلا الزوجيناسما انفنتد يعني كان لسه ما حدش اخترعه كان في دواء وحيد اسمه اسبينرازا وده دواء امريكاني وده مش جين ريبلاسمنت ده دواء بيتاخد عشان يخلي الاس ام ان 2 اللي هو الجين الثاني يفرز البروتين اللي المفروض
يفرزوا الجين الاولاني اللي هو اصلا مفقود. طب احنا في الحاله بتاعتنا دي هل الدواء ده هيعمل ايه او الحقنه دي هتعمل ايه؟ الدواء ده هيعمل ايه او ايه الفرق بين الاستوديناتنا وايه الفرق بين الاستوديناتنا؟ طبعا على حد علمي انا لا يعني مستوى. عشان التفاصيل العلميه الناس مش هتفهمها الدواء ده انا الفرق بين ده وبين ده ان الاستوديناتنا هو جين ريبليسمنت يعني الامبول ده هو فيه جين. طيب يعني نتمنى انه يعني انا ما اعرفش مين ممكن يكون بيسمعنا يعني اتمنى بقى يعني الدوله كلها ممكن لو بتسمع هذه الرساله من اب وانا عارفه انها يعني كل المصريين ابناء هذه الدوله وانا عارفه طبعا انه الرقم كبير وعارفه انه حاله رشيد زيها حالات تانية كتير يمكن ما نعرفهاش او نعرفها يعني انا عندي قصه طفله تانية اسمها اسيل مثلا فيعني في حالات مختلفه ب او ايسل بدرجات مختلفه ما اعرفش اطلب ده من مين الحقيقه هل ولكن انا دايما بحب اتقدم للدوله وللسيد الرئيس كاب والوزارة الصحة والتأمين الصحي اللي أنا عارفة أنه رقم كبير وممكن هذا الرقم يعالج عدد كبير من أطفال في أمراض تانية وفيروس سي وأمراض أخرى ولكن هذه شكوى أب وأم عندهم طفل يتمنون دائما له الشفاء فيعني حبينا بس أن احنا نوصل هذه الشكوى ربما نقدر أن احنا نعالج رشيد وان احنا على الاقل نسمع صوته نسمع صوت ابوه. شكرا استاذ ياسر والد رشيد على هذه مش عارفه اسميها ايه استغاثه ولا ايه هو طبعا بيبقى طلب صعب انك تطلب رقم زي ده حتى من اهل الخير او من المتبرعين يعني او جمعيات الاهليه وده برضو مصر فيها جمعيات اهليه كثيره وفيها يعني رجال اعمال كثر وفيها ناس كثيره اهل خير فبس أظن أنه حتى لو هذا الرقم كبير هو مش كبير على مصر ومش كبير على المصريين عموما يعني خلونا نذهب لقضية أخرى طيب معلش الحاجات دي بتبقى صعبة جدا يعني الحقيقة أنه مكافحة غسيل الأموال هي قضية مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد عموما الاقتصاد في مصر والاقتصاد في العالم اقتصادات العالم أصبحت يعني بيتم حصرها أو يتم تصنيفها طبقا لحاجات كتيرة جدا منها إذا كنت اقتصاد تحارب غسيل الأموال ولا اقتصاد لا تحارب غسيل الأموال وحدة غسيل الأموال الحقيقة في مصر هي وحدة مهمة وحدة قدرت أنها تحدث إنجازات كبيرة ومؤخرا قدمت تقريرا للمنظمات لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي ونحن عضو في هذه المجموعة للمجموعة بتقوم بالتقييم والحقيقة أن الدول اللي تقيمها في درجة منخفضة هي دول بيبقى تصنيفها كمان الاقتصادي سيء ولكن مصر من الدول اللي تصنيفها مرتفع طبقا لهذا التقييم والحقيقة أن الوحدة برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس الأمناء قامت بتقديم هذا التقييم بالتنسيق مع الوحدة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لرصد ما قامت به في مكافحة مصر في مكافحة غسيل الأموال وهذه الوحدة في غسيل الأموال معنا على الهاتف أستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أستاذ ضياء يعني قرأت بيان الوحدة مكافحة غسيل الأموال ماذا تقول والإرهاب الحقيقة ماذا تقول في هذا التقرير؟ مساء الخير أستاذ لميس مساء الخير على مشاهدينك الكرام جميعا الحقيقة هذا التقرير يأتي في سياق واضح بالنسبة لي هو سياق التزام مصر بتعهداتها الدولية وبالمنظمات الدولية وبالقوانين الدولية في كل الشؤون المتعلقة بحياة المواطن في مصر. مكافحة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تجارة السلاح هي بالضبط زي التزام مصر بحقوق الإنسان. بمعنى إنه هناك مؤسسات دولية كبيرة تقوم بمراجعة المؤسسات الوطنية، وحدة غسيل مكافحة غسيل الأموال في مصر مؤسسة وطنية. تقرير النهارده هو ياتي في اطار زي حضرتك ما اشرتي مجموعه العمل المالي دي مجموعه دوليه هي المشرفه على عمل كل المؤسسات في الدول اللي تقوم بهذا النوع من الوظائف وكمان فرعها في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هو المشرف على هذا وبالتالي مصر بتؤكد التزامها بالمعايير الدوليه
الوحدة تعمل ضمن القانون الدولي، تعمل بالتعاون مع المنظمات الدولية الرئيسية ومنها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تطبق معايير مجلس الأمن في هذا الشأن، وتخضع كل ما هو متهم بتمويل إرهاب أو غسيل أموال أو تجارة السلاح للقواعد الدولية حتى، وده في رد الحقيقة ضمني على من يتقولون على أن مصر بتقوم ب يعني تسييس القضاء. عمل الوحدة وموقع الوحدة بالمناسبة يا أستاذ لميس عليه كل المعلومات المتعلقة بالقضايا ذات الصلة وبالأسماء، وبالتالي الأمر متاح ليس فقط لدولي الشأن في مصر لكن أيضا للمؤسسات الدولية، اللي النهارده التقرير المقدم لها هو اللي بيقول إن مصر حققت شوط كبير في هذا المجال، والمؤسسات الدولية هي اللي هتقول الى اي مدى ذهبنا في الامام في هذا الشان. يعني عايزين بس نشرح للناس انه غسيل الاموال اصبح يعني عنصر اساسي لتصنيف الدول، يعني انه هذه الدولة اقتصادها منضبط ولا غير منضبط طبقا لمواجهتها لقضية الماني لوندري وغسيل الاموال والشركات اللي هي بتبقى سلاسل مختفية ضمن سلاسل اخرى. يعني قول لنا الحته دي، لانه ما بقاش غسيل الاموال قضيه سهله، بقى قضيه اساسيه في تصنيف الدول. لا استاذه دي طبعا انت متخصصه في الاقتصاد وتعلمي اكثر مني على ان احنا عندنا مجموعه من الظواهر ذات الصله بالاقتصاد اقتصاد الدوله، منها غسيل الاموال، منها ايضا الفساد، منها التجاره غير المشروعه سواء تجاره السلاح او تمويل الارهاب. كل هذه الظواهر مرتبطه لان احنا الان بنتحدث ليس عن اقتصادات وطنيه منعزله، نتحدث عن تدفقات ماليه وتجاريه هائله ما بين مناطق العالم، وبالتالي تقييم الاقتصادي لدوله من الدول هو بمدى نجاحها في مكافحه هذه الظواهر السلبيه. يعني هذه اللجنه، هذه الوحده عفوا، هي ايضا مشتركه في انشطه تتعلق بمكافحه الفساد، على الرغم انه ليس جوهر عملها الرئيسي. تتعاون مع الرقابة الإدارية والهيئات ذات الصلة في مصر في مكافحة الفساد وأيضا في غسيل الأموال، لأن كل هذا بيعطي مؤشرات زي ما حضرتك قلتي عن صلاحية اقتصاد هذه الدولة للتعامل معاه. التعامل معاه عشان نبسط للسادة المشاهدين بشكل بسيط جدا، هو تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. إذا لم يكن هناك ثقة في هذا الاقتصاد، وأنت تعرفي حضرتك إن في بعض الدول معروف عنها ومشهور عنها هي غسيل الاموال، هذه الدول فيها الاقتصادات المخفيه على حضرتك صحيح عنها، لكن الاقتصادات الحقيقيه اللي هي مصر الان بتحقق يعني نجاحات كبيره جدا في الاقتصاد الحقيقي، لابد من تكامل ده الانجاز الاقتصادي والنمو الاقتصادي مع مكافحه الظواهر السلبيه. الوحده دي بتقوم بدور مهم جدا، مش بس تمويل الارهاب زي ما ذكرت، انا بشكرك على هذا الجانب لانه جانب مهم. مكافحه تمويل الارهاب هو مكافحه ظواهر سلبيه. دعم الاقتصاد من خلال عمل هذه الوحده هو ظاهره شديده الايجابيه، وبالتالي بشكر حضرتك على الزاويه دي، هي زاويه مهمه للغايه الحقيقه في عمل الوحده وفي تقييم مصر الائتماني عبر المؤسسات الدوليه المعترفه. بالظبط، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ ضياء رشوان رئيس الهيئه العامه للاستعلامات، فعلا جزء مهم جدا من التقييم الائتماني sovereign rating، لما زي ما بنقول انه مصر اقتصادها شكله ايه، هو جزء منها بتكافح الموني لاندري ولا لا، بتكافح الفساد المختبئ داخل الموني لاندري ولا لا. في دول كتيره بتسمح بده، لان دي ممكن دول اقتصادها ينتعش على فكره الاموال القذره التي يتم غسلها، يعني حد يبقى جايب فلوسه عن طريق ارهاب، عن طريق سلاح، عن طريق انا ببسط الامور، عن طريق تجاره غير مشروعه، ويجيب بقى يعمل بيها مشاريع، يعمل بيها كذا. هنا فكره مراجعه كل هذه الجرائم وتسلسلها بين التعاون بين الوحده دي وطبعا وبين البنك المركزي بيبقى مهم جدا. فالحقيقه انه هذه وحده قضائيه، ودي اهميه كمان هذه الوحدة. أنا بشكر كل القائمين على هذه الوحدة برئاسة المستشار أحمد سعيد خليل. قبل ما نخرج فاصل، كنا اتكلمنا امبارح على شقة الزمالك، وكنت بقول لكم أنه لسه فيها حصر، وأنه احنا قصة الملكية قضية مهمة، وأنه لابد أن نفرق ما بين الحيازة والملكية والكنز المدفون وكل ده. الحقيقة أنه الناس كتيرة اتصلت بي من يملكون مثل هذه القطعة، وقال وإحنا قلقانين، وهؤلاء بنؤكد لهم أنه لا أحد يستطيع أن يقترب من الملكية الخاصة،
والملكيه الخاصه والحيازه طالما كما سمعنا من المحامين بالامس طالما هي موجوده في حيازه الشخص في سنه لمده معينه من السنوات اعتقد 20 او 30 سنه فهذه حيازه حتى لو ما كانش فيها وصولات. احنا هننتظر طبعا ما تقوله المباحث ثم النيابه، النيابه لسه لم يصدر عنها بيان، ولكن النهارده اصحاب الشقه او عائله المستشار احمد الفتاح بعتوا لنا عدد من الصور لهذه المقتنيات، وقالوا انه يعني بما انه يعني هم منزعجين من اقتحام حرمه البيوت الخاصه وانه الصور بتعرض بشكل سيف، قال لك لا نديكم بقى الصور عشان تتفرجوا احنا عندنا ايه، وهم يعني بينشروها بسعاده. والحقيقه انه كثير من هذه الصور هي صور معظمها لفنانين أوروبيين يعودوا لعهد الرينيسانس أو عهد النهضة، ودي صور مهمة، صور يعني أولا بصراحة لازم أحيي المستشار أنه يعني وأسرته لأنها تنم عن ذقرة فيها من الأول كده بتنم عن ذقرة فيها، وأنا بحب الرسم التشكيلي والفنون التشكيلية فأقدر أفهم الصور دي إيه. أولا من المصريين أدهم وسيف وانلي، في راغب عياد وده من الناس اللي يعني اللي بنعشق صورهم طبعا، في راغب عياد رائع يعني فعلا فن رائع، يعني ده كولكتر فاهم يعني بيشتري ايه وبيقتني ايه. أدهم وسيف وانلي، راغب عياد، في طبعا الصوره صوره اليكسي داندرايس اللي هي ماسك الكاس، في عدد صور لي او بينتينجز لوحات لفنانين ايطاليين وهولنديين وغيرهم من، ودي صوره طبعا ايضا مشهوره. هل فين التهمه؟ احنا عايزين نشوف الاتهام. اذا كان هناك متحف يقول ان هذه الصور مسروقه يبقى في هنا اتهام، اذا كانت في حيازتهم وهم مشترينا من مزاد فاحنا عايزين نفهم بس ما هي التهمه الموجهه، وده طبعا النشان لجده من الوزير الحقانيه يقول فيه ان العدل اساس الملك. ودي صور يعني ادوها لنا اسره المستشار احمد عبد الفتاح المقيم في دوله الكويت. مره اخرى لازم يكون في فرق بين حيازه الاثر وحيازة الفن التشكيلي، لأن الفن التشكيلي ما فيش عليه جريمة أن أنا أجمع لوحات من كل أنحاء العالم، بقول لكم في بيوت فيها محمود سعيد، عارفين يعني إيه محمود سعيد؟ واحد من أهم وأغلى الفنانين في مصر والعالم أجمع. نخرج فاصل وقبليه نشوف فيلر عن أرقام عن الإصلاح الاقتصادي في مصر والحماية الاجتماعية.